بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. صيام المرأة الحامل، هل يجوز للمرأة الحامل أن تفطر في نهار رمضان؟ المرأة الحامل إذا كان الصيام في مشقة عليها وعلى جنينها وأخبرها الطبيب بكده، أو هي عندها تجربة سابقة من حمل سابق إن الصيام أثناء الحمل بيتعبها أو ممكن يتعب جنينها، يبقى في الحالة دي لها أن تفطر ولا حرج عليها. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإنسان مأمور بدفع أي ضرر عن نفسه أو دفع أي ضرر عن غيره، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لكن إذا كان المرأة الحامل الصيام مش هيأثر عليها ولا على جنينها، يبقى في هذه الحالة يجب عليها أن تصوم ولا تفطر. طيب إذا المرأة أفطرت بسبب المشقة عليها أو المشقة على جنينها، يبقى في هذه الحالة بعد رمضان ما يخلص وبعد ما توضع جنينها إن شاء الله تقضي ما فاتها من صيام رمضان. طيب هل تخرج الفدية مع القضاء؟ لا، ما تخرجش فدية، هي بتقضي بس الأيام اللي فاتت حتى لو طالت المدة. يعني إيه؟ يعني مثلا هي بعد ما وضعت رضعت ابنها سنة أو سنتين، فخلال السنة أو سنتين برضو ما قدرتش تصوم عشان خاطر ابنها اللي بترضعه، يبقى في الحالة دي هي بتقضي الأيام دي اللي فاتتها بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد ثلاثة في الوقت الذي يتيسر لها ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.